السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا متابعي قناة بابا عمي والمنزل الذكي. في هذا الفيديو سوف أشرح لكم طريقة ربط هذا الجهاز سونوف تي اكس 2 مع الأجهزة اللاسلكية. نبدأ بأول جهاز. لدينا هذا الجهاز، سوف نقوم بفتحه. RM433 ميجا هرتز، فيه 8 أزرار. سوف نقوم بتشغيل الجهاز. هيا سبوت، هيا الإنارة مثلا، هذه سبوت سوف نقوم بتثبيتها مع، سوف نقوم بربطها مع هذا الزر مثلا. سوف نضغط ضغطة مطولة لمدة 3 ثواني حتى نسمع صوت الصفارة، ثم نضغط هنا. هيا تشغيل، إيقاف، تشغيل، إيقاف. مثلا إذا أردنا ربط هذه الإنارة نفس الشيء، نضغط ضغطة مطولة لمدة 5 ثواني. هاي تشغيل، إيقاف، هاي تشغيل سبوت، تشغيل الإنارة، ويبقى لديك 4 أزرار. يأتي أيضا مع هذا الكوفر، سوف نقوم بفتح هذا الكوفر. الكوفر على هذا الشكل، فيه هذا اللصاق، تضعه هنا، تضع لصاق هنا أو لصاق هنا أو لصاق هنا، لصاقين، لصاق هنا ولصاق هنا، أو تثبته بهذه البراغي في الحائط، ثم تقوم بوضع الكوفر على هذا الشكل، تقوم بتثبيته في الحائط على هذا الشكل. تشغيل، إيقاف، تشغيل، إيقاف. فقط هذا الجهاز الـ RM433 يغنيك عن الأجهزة اللاسلكية وداعا إلى كثرة المفاتيح وكثرة الأسلاك الكهربائية. أيضا لدينا هذا الجهاز اللاسلكي أو غير مرتبط، سوف نقوم مثلا بربطه مع هذه، سوف نقوم بربط هذه السبوت مثلا مع حرف أ، نضغط ضغطة مطولة حتى نسمع لمدة 5 ثواني حتى نسمع الصفارة، ثم نضغط هنا على هذا الزر أ، تشغيل، إيقاف. وهذا الزر بي مثلا سوف نقوم بربطه مع الإنارة، نضغط ضغطة مطولة حتى نسمع صوت صفارة لمدة 5 ثواني، ثم نضغط هنا على الزر بي، تشغيل الأ، ربطناها مع السبوت، نقوم بإيقاف سبوت بالزر أ، وثم نقوم بإيقاف الإنارة بالزر بي. لدينا هذا الجهاز اللاسلكي جهاز الريدويات أيضا، هو غير مرتبط، أي زر غير مرتبط. مثلا هذا الزر مثلا سوف نقوم بربطه مثلا مع هذه السبوت، نضغط ضغطة مطولة حتى نسمع تيت، ثم نضغط هنا وهو تم ربطه، تشغيل، إيقاف. مثلا هذه بوز أو هذا الزر، أي زر تريد، مثلا هذا الزر بوز، نقوم بربطه مثلا مع الإنارة، نضغط ضغطة مطولة تيت، ثم نضغط هنا، يعني تشغيل، تشغيل، إيقاف، إيقاف. أيضا لدينا هذا مستشعر الباب، أيضا يأتي أيضا بلصاق لكي تقوم بتثبيته في الحائط على هذا الشكل. الأسهم دائما كما قلت لكم متقابلة مع بعضها، غير مرتبط. أيضا نضغط ضغطة مثلا نريد تشغيله مع هذه السبوت، نضغط ضغطة مطولة حتى نسمع تيت، ثم هو تم ربطه، إيقاف عندما تفتح الباب، تشغيل عندما تفتح الباب، عندما تقفل الباب يقوم بإيقاف الإنارة أو السبوت أو مع
مع الشيء الذي قمت بربطه. مثلا إذا كانت ستارة، مثلا يفتح الستارة أو تشغيل الإنارات أو ما الجهاز الذي قمت بربطه. هذا الشكل تشغيل، عندما تقوم بإغلاق الباب سوف يقوم بالإيقاف. تشغيل إيقاف، أو يمكن ربطه مع العديد من الأجهزة. بهذا سوف نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الزر ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.